عادت هيئة الثقافة والفنون في دبي دبي للثقافة ألق الفنون المسرحية إلى خشبات المسرح الواقعية مع إطلاق نسخة 2021 من مهرجان دبي لمسرح الشباب على مسرح المسرح للجميع في مول الإمارات بدبي والذي تستمر فعالياته حتى الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري وعلى مدار اسبوع كامل ستشهد هذه الدوره اكتشاف مواهب جديده وابداعات مواهب سابقه لتتنافس جميعها في تقديم عروض تمتاز بالاصاله والابداع من حيث المضمون والاخراج وكل عناصر العمل المسرحي وتدخل الفرح الى قلوب محبي المسرح من الاماراتيين والمقيمين